تحياتنا الصباحية المتجددة. دون إطالة مشاهدينا نستقبل ضيفتنا في فقرة البيئة، حرفية جزائرية اتجهت إلى رسكلة مختلف المواد من حفاظا على البيئة ومن أجل الاسترزاق أيضا. إذن صباحك سعيد سيدة بوشاشية سعاد، حرفية حاضرة معنا اليوم، مرحبا بك. صباح الخير إن شاء الله. إذا جبتينا اليوم الله يبارككم ما شاء الله البعض من يعني التحف، خليني نقول لك، لأنه كن خمموا ونقولوا أنه هادوما يعني مصنوعين من الورق والبلاستيك وبعض المواد اللي تدوريهم، الأكيد من أمنوش صحيح؟ الحمد لله. يعني واحد رسكلة الورق يعني مش معروفة بزاف هنا بالجزائر. صحيح. يلا قبل ما نروحوا لسكات الورق خلينا نتعرفوا عليك اكثر سعاد، وقتاش بديتي هذا المجال؟ بديتها صافي 8 سنين هكاك. 8 سنوات؟ 8 سنين. كاين مراكز تكوين في الجزائر ربما تخلينا؟ تعلمتها من اليوتيوب. تعلمت يعني عصامية التكوين؟ تعلمت. هذه صنعة روسية مش معروفة انا بزاف، كاين اللي يديروها بصح يعني ماشي بزاف اللي يخدموها. تعلمتها من اليوتيوب يعني بشوية بشوية حتى كيفاش جاتك الفكره بصح باش تبدايها؟ كانوا عندي اوراق بزاف تاع الامتحانات تاع بنتي، بعد غاضوني نرميهم يعني بشويه هكا نشوف لي فيديو، درت بزاف حاجات تعلمتها، مي هذه كي شتها حبيتها يعني. صح صعيبه تخدميها وتبدايك فيها باش تخدمي هكا الاخر يعني لازم لك. صح. اذا ترافقنا اليوم هاجر في الإخراج، حبذا لو كان تأخذ لنا بعض الصور يعني عن قرب لهذا التحف اللي جبتيهم لنا اليوم. يعني الصراحة ما نقولوش أنهم مخدومين بالورق، أكيد هناك تقنيات تستخدميهم. خلينا نوري أيضا للمشاهدين بعض من الورق اللي جبتيه لنا اليوم. يعني الورق تشريه هكذا ولا أنت تحول؟ الورق المستعمل. الورق؟ الورق مستعمل. إيه. تلويه بال يعني هادو ما وكان نهضر عليهم تيلي لويتيهم بهذه الطريقه. هادو ما كاش اللي يخدمهم انا في الجزائر، لازم انت تخدميهم. تخدميهم؟ تخدمي من بعد تلويهم، بعد تصبغيهم كيما هذوك مصبوغين بالورق بالقهوه. عفوا باش مصبوغين؟ بالقهوه. بالقهوه؟ بالقهوه. جميل. يلا خلينا كلش اعاده تدوير، خلينا نشوفوا يعني التفاصيل. يلا اذا ورقه عاديه تلويها حتى تقسميها على زوج ولا ثلاثه على حسب القيس اللي تحبي انت، رقيقه ولا شويه خشينه، ولا تلويها بالسيخ تاع الشوا ولا البره الرقيقه. تلويها بالغيره تلصقيها مع الطرف تاع الورقه، ومن بعد كتخدمي كميه تحبي تخدمي. تكون يعني اول شيء بالك تكون بيضاء اكيد. يعني حتى يعني الاثر تاع السياله راني نشوفها هنا. هذوما ايضا اوراق امتحان تاع البنيه تاعك. اذا من بعد كي تتحصلي عليها هكذا يعني تخدمي كميه زعما تخدمي كميه كبيره باش تخدمي سله يعني، ومن بعد تصبغيها بالورق. من بعد نقعدوا دائما في التدوير تعاودي تسترجعي القهوه بالك اللي قعدت لك في الدار. تصبغي بها تصبغ بها القهوه ولا الاتاي هاد القصبات اللي تحصلتي عليهم. تخليها تنشف ومن بعد تعاودي تفرنيها بالفرني تاع هذاك المائي تاع الديكوراسيون، تفرنيها ومن بعد باش نبدا نخدم بها. ومن بعد كي نكمل كامل نزيد نعاود نفرنيها. كي يعني تكملي كي تخدمي هكاك بلا ما تفرنيها شغل تحلك الورقه ما تجيش خدمه متحوفه كيما تقولوا. شحال تاخذ لك الوقت يعني بين المرحله الاولى والثانيه يعني تجميع الورق؟ كيفاش يتم تجميع الورق؟ اكيد انه الاوراق كانت متوفره في البيت تاعك لكن ما كنتيش حرفيه ما شاء الله عليك. لا كنت نخدم هكاك يعني نخدم يعني بالك قطع صغيره كانوا يكفوك الاوراق. الله يبارك تعالى. شحال عندك دراري سعاد؟ عندي سبعه. سبعة ما شاء الله، يعني كاين انتاج وفير من الورق في البيت يعني لا باس به. الماده الاوليه كاين ما نخافوش. كاين يجيبوا لي خواتاتي، كاين دوك السيدات من الفيسبوك يجيبوا لي يوصلوهم لي حتى للدار. جميل. اذا كيفاش تجمعيهم؟ يعني توسي نداء في الفيسبوك؟ لا لا والله كي يشوفوا هكا خدمه تاعي يجيبوا لي. كاين سيده هاجر تجيب لي وبزاف يعني دائما تجيب لي الورق ونسرين يعني دائما
كاين خواتاتي تاع يخدموا يجيبوا لي ثاني. اكيد بالاضافه الاولاد تاعك منتجين عندنا ربي يحفظهم لك ويتربوا في عزك ان شاء الله. اذا من المرحله الاولى انك يعني تخدمي هاد القصبات هادو ما صغار من بعد تصبغيهم من بعد باش تبداي تشكلي هاد القفيفه كيما اللي راهي في يدي. شحال تاخذ لك هاد العمليه؟ كل سله وكيفاه يعني تدي لي حتى الشهر كي يكون مع الاخر سله كبيره. اخر سله يعني دات لي واحد 25 يوم. 25 يوم. يلا هنشوفوا مال السله اللي راهم حاضرين معنا. يعني توجهتي ل ربما بيع هذه السلل في الفيسبوك. نحط السله كي نخدمها نحطها. شوفي دوكا اللي يمشوا لي بزاف في رمضان يمشوا لي سيت دو تابل مع تاع هما هادوما مع بورت تورشون هادوك تاع الحامل هادو هما هادوك سله تاع الخبز ويامات العاديه يخدموا سله تاع القطط يعني وصلابه تاعهم ينشدوا. تقدري تغسليها عادي بصح ماشي تخليها في الماء بزاف ولا تغسليها وتخليها تنشف ونمسحوها يعني كما تحبي بشيتا ولا بلا تغسليها نمرة عادي ما راحش يتاثر الورق ما يتاثرش اون فيرني دفا. الاكيد يعني الحرفه تاعك يعني كل الحرف يعني جميله بحد ذاتها لكن تاعك اكثر لانها ربما تقلل من نسبه التلوث وتمتص ولو القليل من النفايات الورقيه. الناس عندهم وعي كي يجوا يشروا عندك انهم راهم يشجعوا في حاجه نبيله في حاجه مليحه. تقول لحال كي سورتو كي تقول لهم بالورق انا جامي نبيع حاجه وما نقولش اللي مخدومه بالاخر. قولها ونقولها الطريقه اللي تستعمل فيها زعما كيفاش تنظفها وكيفاش تحافظ عليها يعني. اكيد اذا خدينا على سبيل المثال القفيفه هذيك اللي راهي بالغلاق تاعها الزرقاء شحال خدات لك الوقت؟ هذيك نقول لك واحد زوج سوايع. زوج سوايع باش تطلعيها؟ ماشي بزاف. ماشي بزاف يعني كي يكون عندك شنو هي الحاجه اللي تشد لك اليد؟ كي نكون نخدم فيهم نوجد الماده الاويه كما نقولوا اللوي في الورق هذوك لازم تخدمي بزاف على حسب الموديل اللي حتخدميه. كل ما يكون كبير كل ما يدي لك الوقت. الوقت يدي لك توجدي بزاف كونتيتي يعني كما يقولوا باش تصبغيها تخليها تنشف ومن بعد باش تبداي تخدمي. اذا وقت المرحله اللي تاخذ لك الوقت اكثر هي ربما تحضير. تجميع الاوراق وتحضير الاوراق. التجميع كاين الورق يعني يجيبوا لي كاين مي كي تكوني تخدمي تلوي في لي بايات هذوك الاخرين هذوك اللي تشد لك الوقت بزاف يعني. سبع جنود الله يبارك في الدار يعاونوك ولا ما يعاونوكش؟ في الخدمه هذه كاينه وحده برك اللي تعاوني بصح تقرا في ليسي. راكي بديتي التكوين اكيد عندك راهي عندك جيل ما شاء الله تنجح. عندك صغيره تحب تخدم ثاني تقول لي علميني نقولها في العطله نخلي نعلمك دائما نقولها في العطله. اكيد يلا نروحوا نشوفوا ايضا موديلات اخرى يعني صراحه ما تجيناش في بالنا انها مصنوعه من الورق المختلف الاستخدامات ايضا. نشوفوا مثلا هدايا تاع الخبز يعني كي يقعدوا في الكوزينه ما نخافوش عليهم ما يصالوا مالو. راني نشوف ايضا هيكل حديدي من الداخل. هذا كانت سله يعني قديمه. عاودت لها عاودتي لها الخدمه اعاده التدوير. اعاده التدوير اكيد نقعدوا دائما في الرسكاله. سقسيتك الزبائن تاعهم تاعك اذا عندهم وعي انهم ربما يقتنيوا يعني سلعه صديقه للبيئه. انت هل عندك وعي ايضا انه راكي تساهمي في ربما الحفاظ على البيئه؟ يشجعوني ويعجبهم الحال سورتو كي يشوفوا موديل جديد ما مش كاين في السوق. كيما السله تاع القطط هذوك يعني يحبوهم بزاف. يمشي اي موديل نديرو يعجبهم. يعني مربي القطط هما اللي عندهم اقبال كبير على اقتناء هذه. اخر سله البارح بعتها ديتها مولاتها نقول لك كبيره 70 سنتيمتر على 65 يعني يعني حتى هاد القطع اللي جبتيهم لنا اليوم يعني كبار لاباس عليهم. شوفوا ايضا قفه تاع البيكنيك منين يجوك الافكار باش تخدمي السلال حسب الطلبيات؟ هذيك خدمتها ليا للدار يعني نقول لك هذيك خدمتها ليا كنت حابه نخدمها من قبل كي شفت السومه تاعهم في السوق شويه غاليين 450 حتى 600
وصغار قلت نخدم وحده على حساب العائله تاعي كبيره. خممتي ايضا تزيدينهم ربما بعد الاقمشه كذلك؟ دائما تمون التدوير ربما تسترجعي اقمشه قديمه ولا عندك في البيت تزيديهم ايضا يعني على حساب الزبون كيحب كيحب هو زعما يدير لها القماش يدير لها كما هادو التوعيه انا للدار كنت دايرت لهم يعني عندي وحده دايرت لها في الدار. يلا التكلفه ربما مش تاخذي بعين الاعتبار كونه يعني كل المواد اللي تدخل فيها الانتاج عباره عن مواد مورسكاله. كيفاش راح تكون التسعيره تاعهم؟ حسب الجهد اللي تديه الجهد اللي تخدمي به يعني تطلعي حسابك. الموديل كيكون كبير كيكون صغير مش كي ما يديش الوقت بزاف على حسب الموديل اللي يلا هاد القفيفه تاع الخبز هاي في يدي وحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم اكيد راح يرتفع الطلبيات على هاد على هاد النوع من السلال. شحال هادي تتقاملي؟ هادي نقولوا 30000 هكاك فقط. 30000 30000 كلش اعاده تدوير يعني ما 30000 لكن ما تاخذيش بعين الاعتبار المجهود تاعك وايضا الفكره لانه انت بالدرجه الاولى راكي يعني تبيعي فكره. طلعي السومه ما حش تتباع لك كي تطلعي بزاف السعر تاع السله بين 30 50 ما تفوتيش السله حسب القيس تاع السله ثانيه تشوفي القيس تاع السله. اذا خدينا هذيك السله الزرقاء شحال التسعيره تاعها؟ هذيك 400000. 400000 اكيد لانها كبيره كبيره وخذات لك وقت كبير وقت ماشي قلت لنا زوج سوايع ولا ثلاث سوايع باش طلعيها لكن اكيد الوقت الاكبر هو تجميع الاوراق وتحضيرها يعني للاستخدام عاملك فيهم بزاف يعني تدي وهذا يعني عمل ابداعي وفني بالدرجه الاولى. الموديلات منين تجيبيهم راسك ولا نشوف اليوتيوب نشوف اليوتيوب ومام كي الزبائن يطلبوا موديل نبعث لهم لي موديل يشوفوهم وهما يخيروا لي موديل. جميل يلا نشوفوا صور نعلقوا عليهم نعاودوا نولوا للسليله تاع القطط اللي قلت لنا عليهم اقبال كبير. هذه تاع العصفور. هذه تاع العصفور جميل لكن هذه للديكور فقط ربما. لا لا يديروا فيها زعما تكون راح تخرج ديال الطبيب ولا قالت لك خدمت على وحده. جميل يلا نروحوا نشوفوا تاع القطط. هذه تاع القطط تاع القطط جميله. نشوفوا هذه هذا يعني موديل اقل ما يقال عنه انه رائع يطلبوا بزاف سله مغلوقه يعني القطط تحبوا الاماكن الضيقه صحيح وربما استغليتي بعض الفراغ اللي كاين في الانتاج الوطني ما نشوفوش هذا النوع من يعني السلال الخاصه بالقطط صحيح حتى نشوفوا احنا كاين الباعه الحرفيين اللي يبيعوا في الطريق اكيد لكن ما نشوفوش عندهم هذا الموديل هكا بالموديلات من بالخيزوره اللي يخدموهم ما كانش اللي يخدموهم. إذا علاش حبيت هوني بعد الموجز باش نهضروا ربما على الصلابة تاعهم على سبيل المثال هذه القفة اللي راهي في يدي قلتي لي شحال عندك ملي خدمتيها؟ أربع سنين حتى خمس سنين هكا. أربع إلى خمس سنوات لكن استخدمتيها ولا كانت فقط؟ استخدمتها في الدار. يعني مثلا نشوفوا الحالة تاعها يعني كأنها يعني مخدومة من الخرزان هذاك اللي الخرزان هذاك اللي نعرفه يعني مازالها على حالها مازالها على حالها ما تأثرتش بالعوامل يعني مازالت يابسة مازلت يا بسام تأثرت بالعوامل الخارجية. إذا جميل جدا. أيضا نروح لنقطة أخرى التكوين. سعاد ما خممتيش أنك تكوني أيضا بحكم أنك تعلمتي على اليوتيوب تفتحي ربما ورشة صغيرة كبداية تكوني من خلالها الشباب خاصة أنه المادة الأولية متوفرة يعني عبارة عن رسكالة وحنا الله يبارك ما شاء الله نرمو الورق. حبيت نديرها مي قلت نستنى شوية باش كاين بزاف العفسات يعني مازال ما تعلمتهمش مليح. يعني حبيتي تتمكني. أيوا تتمكن لكن تم سنوات خبرة ما شاء الله هذا تواضع منك يعني. الحمد لله كاين بزاف حاجات مازال ما تعلمتهمش مليح قلت ماذا بيا نعلم بنات اللي حابه طلبوا مني بزاف في الاخر المقر اللي ما كاش صحيح المقر ربما التوجه ايضا الى مراكز التكوين ولا يعني دور الثقافه في المنطقه اللي تسكني فيها اكيد راح يقدموا لك يد العون ويعني ربما راهم يتابعوا فينا من هذا المنبر. نروحوا ايضا قبل ما خلوك تروحي نسلطوا الضوء على بعض من اعمالك اللي هم حاضرين معنا في الاستوديو. على سبيل المثال ناخذ هذه القنينه هذه قلتي لي
باللارا باللارا يعني نقدروا نخبوا فيها واش نحبوا كاين اللي حاجه اللي تحبيها يعني نحطوها في المطبخ ما تاثرش ما يصرى لها والو تغسليها وتعاودي تحطيها تنشف نورمال يعني خساره انا لو كان نشريها ما نحطهاش في المطبخ تاعي يعني نحطها كديكور صحيح ولا نحط شمعة الداخل نشعلها اكيد راح تمد ضوء جميل جدا. شفنا ايضا في صور ظاهره هذا البيت البيت السلة هذه تاع القطط أيضا صور أخرى للسلة هذه تاع الخرجات يعني الخرجات البيكنيك صحيح الأسعار تنافسية إذا ما قرناها بالأسعار يعني تاع السلة اللي مستوردة واللي بالخرزان شحال السومة تاعها يعني السلة تاع الأخر تلقاها 450 بصح صغيرة 400 كيما السلة دوكا على حسب القسط اللي تحبي انتيا كيما هذه على حسب الهضره تاعك نفهم بلي 400000 ايضا هذه غاليه ماشي راح يتنافس في المنتوج المستورد. يلا حنايا نتمنى لك بدايه يوم موفقه نتمنى لك حظ موفق ايضا في هذا التجاره الصديقه للبيئه والجميله وان شاء الله الناس يكونوا واعيين انهم عندما يقتنيوا منك حاجه يعني راهم يشجعوا في حرفيه ويحميوا في البيئه وهذه هي الفكره نتعلموا رسكلة الأشياء القديمة مش غير نرمو صحيح إذا قبل ما خليك تروحي أنت أكيد يعني تقومين بإعادة رسكلة وتدوير الأوراق لكن خممتي أيضا أنك تستخدمي مواد أخرى البلاستيك على سبيل المثال دخليهم في الحرفة تاعك بلاستيك ما جاتش في بالي يعني باش نديرو يعني هذه اللي تعلمتها هذه حرفه قديمه تاع روسيات اللي يخدموها تعلمتها منهم يعني شفت يخدموا تقريبا حتى اللي مبل يخدموهم كراسي طاولات يغلفوهم انا غلفت طاوله قديمه كانت يعني موديل تاع طاوله يعني بصح البلاستيك ما المعارض خممتي تشاركي ايضا في معارض باش تعرضي المنتوجات تاعك نقول لك العام اللي فات برك اللي شاركت ايه كيفاش كانت المشاركة؟ كان يعني إقبال الناس عجبهم الحال بزاف وكاين اللي طلبوا مني باش يتعلموا بزاف اللي طلبوا مني يتعلموا إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله أكيد نتمنى لك كل التوفيق سيدة سعاد شكرا إذن حتى ولو ما هدرتيش بزاف لكن التحف اللي جبتيهم لنا اليوم عبرت على الإبداع تاعك مشكورة على تلبية الدعوة شكرا. اليوم موفقة شكرا لكم اللي استضفتونا وفتحتونا المجال باش نوروا العمل تاعنا نتمنى ان شاء الله نلقاو اللي يعاوننا يعني في اكيد المجال هذا ان شاء الله اكيد احنا هذا هو الهدف تاعنا هو انكم تسيبوا ادانا صاغيه وايضا نشجعوا كل الابداعات وتكون عندكم يد مبدوده ايضا نعطوا طاقه ايجابيه وافكار للنساء الماكثات في البيت اللي ربما اليوم عندهم بزاف اوراق ما صابوش فاش يوصلوا بهم ساعات الشركات ايضا احنا نقول لكم يلا اللي عندهم بزاف الاوراق راهو كاين تكوين راهم كاين الحمد لله يعني ايادي وانا من جزائريه حتى لو كان يكونوا مخربشين معليش يعني تسقموا ما يبانوش صحيح فهاد السله راني شفت شويه كتيبه امتحان تاع اللغه العربيه ما يصيرهم يعني بالعكس يبان تكون لمسه اضافيه لمسه للاخر كيما هذول الملونين تاع لي شيميز هادو هادو تاع لي شيميز يعني ايضا تستخدم منهم تستغليهم يعطيك الصحه شكرا جزيلا على قدومك اليوم للاستوديو ان شاء الله نستضيفك لاحقا ويكون عندك مشروع ورشه ربما كل التوفيق شكرا لكم اللي استضفتونا يعطيك الصحه